وسلام بينسى الما وسلام بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام قصتنا هذه يومية توصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة وردية بينسى الما وسلام قصتنا هذه يومية توصف لنا حالة الناس وأحلام حلوة وردية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية همها تساعد الناس بكل أمانة وعفوية همها تساعد الناس بكل أمانة وعفوية بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام ما بينسى الما وسلام شوف يا أخوي يا سعيد مثل ما وصيتك الساعة 6 المغرب تمر على راعي الحلوى تجيب من عند الحلوى وتجيني على طول البيت الله يخليك وبسرعة ها لأن الجماعة باغين يروحوا البحرين وموصيني على حلوى عمانية وصيتك وصلت إن شاء الله قبل صلاة المغرب يعني قبل الساعة 6 الحلوى بيكون عندك في البيت وإذا تأخرت عليك بيكون 7 إلا ربع بس حلوى ساخنة الله يخليك يا أخوي يا سعيد إن شاء الله عيني ما تبكيك يا رب العالمين وأفرح في عرسك قول يا رب آمين وألف آمين بس أنت بارك الله فيك سيري داخل البيت وأنا خليني أدور شغري خليني أترزق الله بارك الله فيك الله وياك في الحفظ والصون ودربك خضر ومزيون يا رب وقدرت تضحك على الوالد هو شغل شبعت ترك مو سهل يا سالم جالس تخطط صح تخلي الوالد يوافق اني اطبخ لك المشاكيك ولا وفوق كل هذا تمر علينا البيت وتدق الباب واطلع لك وتشوفني فرصة وما في احسن منها ايه على هواك صار شاطر هالايام انا لو على هواي كان قلبت اعصار جون ولا نسيم بارد انا لو على هواي كان قلبت ماي البحر حلو بس ما يصير كان الناس ما تحس بالعطش مثل ما انا عطشان الحلو انزين زين عطني الصبار ليجي يشوفك واقف عن باب بيته يا ريتني لو توظفت طرار كان كل يوم الصبح تشوفيني مرتز عند باب بيتكم عشان يجي ويشوفك واقف عن باب بيته كنك ناطر بالعكس الدليل بذلك بيدي هو اللي أعطاني هذا الصبار وقال لي روح عند بنتي شمس وعطيها الصبار علشان تسوي لي المشكاك متى بيجهز المشكاك إن شاء الله أنت روح وما عليك أروح ولو أحضر خليج عمان كلها
هارون. باي بيات. باي بيات. والله يا ابو يوسف انا اساعد في بعض الامور، لكن موضوعكم هذا واجد صعب، وتاكد اني انا ما راح اتخلى عن اهل حارتي ابدا. احنا متورطين يا سلمى، وقالوا لنا عنش راعيه فكر وعقل، وتحلين كل مشكله تمر عليش. بتحصلين اجر وبنعطيش اللي تريدينه. ها وش رايك؟ والله سمحوا لي ما اقدر اتدخل، لان موضوعكم بصراحه واجد صعب، واذا في حد يحل لكم اياه فهي سلامه، لانها هي الحرمه المناسبه. سلامه؟ هي نعم، هي خبرتها زينه في هذه السوالف، سمعت انها متعلمه كيف تطرد الجن، واظن يعني واذا كان في الظن خير انها هي بتساعدكم وما تقصر معاكم. انا بعطيكم رقم تليفونها وهي بتقوم بالواجب. خلاص يا ابو يوسف، ما لنا الا سلامه، يمكن الله يهديها وتوافق انها تساعدنا. هي لان هي مساله الجن في بيتكم انا ما اقدر عليها، بس هي فنانه في هذه السوالف. لكن انتوا عاد ديروا بالكم، شوفوا هي كم تبغى ولا تبخلوا عليها. لا 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 لا، من ناحيه الفلوس اكيد ما راح نقصر معاها. هو بيتها بعد سكتين من هنا، يعني دقيقتين ما وقت. جزاك الله خير، ما قصرت يا سلمى. الله يسلمك يا ابو يوسف، والله لو اقدر اساعدكم كنت ما بخلت عليكم. جزاك الله خير ورحم الله والديك. ووالديك ان شاء الله، الله يسلمكم. حياك الله. الله يحييك. مع السلامة. بتطمعي في فلوسهم، لكن والله ما تردي البيت سالمة يا سلامة. الكن الله يكفينا شر الكن. لو كان تليفونكم عطني اياه ما ينفع بيس البر، رجعوا لي فلوسي. عادي حبيبي، تشتروا الصباح وترجعوا المساء، تشتروا في المساء وترجعوا الصباح، عادي، فلوسكم أمانة عندي حبيبي، عادي، خط هذا مسوي اللي كأنك حواقب أندرلو، سر شغلك. هلا هلا بشمس الأنوار كلها، هلا بشمس الضحى، هلا بالشمس. تفضل. إيش؟ احترقت من الفحم. بسم الله عليش. لا تمسكني، كفي اللي فيني احتراق. يا ريت لو هذا الفحم كان حاط لي ايدي، ايدي انا اليابسه ما ايد شلت لها. الله لا قال يصيدك اللي صادني. الله الله على التضحيه هذه، والله اني شعر معه. بس الغريبه انك كنت الشمس وتحترق لي. تطنز علي الحين بعد ما جلست اطبخلك المشاكيك ساعتين؟ احب فيش النور، يحرق لي هالتنور، ان كنت انا جاذب تكرهني شمس العصور تكرهني. ما ادري. ادري واحس انك انت يوم تشوفيني تحسي بشيء يجذبش. ما ادري ايش اقول لك يا سالم. اقدر على حب اشتهر، يمكن تحبيني في يوم أبعد عنا عن القهر، ما أرضى أكون محروم، حبش ترى مرسوم، هم يسري في دمي نهر. يسلم لسانك يا سالم. قصة ويكون تحت أمرش. بس اللسان مجرد وسيط، الكلام يطلع من داخل القلب. والله والله لو أدور في الشرق والغرب ما بلقى أحسن وأجمل من شبت يا شمس. سالم ما تريد تاكل مشاكيك؟ بيتكم في جن؟ إيه، نبيش تفكينا منهم تطردينهم، ترى والله تأذينا أذونا. أنتوا متأكدين أن بيتكم في جن عنوان؟ 100% يا سلامة. سلمى مطرشتكم حقيانة علشان أساعدكم وأخلصكم من الينانوان. يا كثر ما تمدح فيك هالحرمة وتقول إن أهل الحارة ما قدرون يستغنون عنك. أكيد أكيد أهل الحارة ما يستغنون عني، أكيد. شوفوا
أنا مستعدة أجاب هاللينان وهذيل بس بشرط. شروطك كلها مقبولة. إيش تأمرين؟ الدفعة الأولى من حسابي 250 ريال وأخذها تو. وغير هذا؟ الدفعة الثانية طال عمرك اللي 500 ريال تعطيني إياها عقب ما تفتكون من الينانوة. شرطك سهل يا سلام. هات 250 ريال. والباقي بعد ما تنحل المشكلة إن شاء الله. والله وربحتيني 750 ريال يا سلمى. اسمعلك من العادة تساعديني، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي يابهم لي وانتي سبب. الحمد لله. أما مسألة الإنانوة أنا بروحي النيل بيشوفوني وينحاشوني من البيت. مشكورة مشكورة يا بعد عمري يا سلمى يا سلومة. وطرشيتيهم حق سلامة. اي نعم هذا رزقها ما رزقي انا. بعدين انا وين والجن وين؟ يعني انت ورطيها ما ورطي نفسك. والله والله ان امي تلعبها صح. نعم تلعبها صح وما تدوس على ارض منزلقه. انا بصراحه ما اقدر اصارع الجن. بيت مسكون ايش دخلني انا فيه؟ انا ما اعرف له. اعرفك يا اختي اعرفك من يوم انت ياهله صغيرونه وانت تخافين من الجن. الحين شو قبل صارعيهم؟ اول ما تجيبينهم يوقف قلبك وبطيحي. والله على قلبي وعلى شبابي. أبا سيرش ما انتي في راسك هبايب. يعني صراحة انتي بترتكبي إثم ما بعد الإثم. رأيك انت بخير يا سالم؟ الدنيا بعدها بخير والحمد لله. أنا أدري أن الدنيا بخير، لكن أقولكم أن سلامة ما بتطلع من البيت المسكون وهي حية بتهزة. والله كيف ما حد قبرها لا توافق على الروحة. صح انت عاد شربتيها احسن مقلب ما بتنسى طول عمرها. أما صراحة ورطة وإذا ما جت وكسرت باب بيتنا لكم الحق. يا بطل بطل ما تكسر الكيفات. بعدين على 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 بيتنازع خليه يتنازع ما بهم. بصمك صمة والله. أقول لك روح روح مع عم سعيد بقى. روح عم سعيد. هيك سيب 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 عايش. عم سعيد ما يعجبني. شرخه عم معيوف. يا عم معيوف عم معيوف جاب علينا شوية. رايك والله بالبيات ستوي. يضحك علي يا معيوف يضحك علي. أنا في ورطة أنا في ورطة. عنين يجي ان شاء الله السلامة. حد مفلت عليه شبطك مه. لا لا انا متورطة مع ناس. انزين ابوي ضحكي تبسمي خليت بشة يعني بشوشة. ليش مو عاجبك؟ انا ما اقدر اتبشبش ولا اتبسبس. انزين قولي مو عندش خلق عشان اساعدك. قولي لي مو عندش. انا اتورطت مع ناس واخذت منهم 750 ريال. حلو عشان مونة. عشان انا قالوا لي بتطلعين الينانوة يعني الجن. قالوا لي
الجن حشو وانت من خالص يوخذ الغواجم عندهم ابويا الغواجة ده حد موتش حل يغسلوش حل جناز النالش لا 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 انا ما قلت كذي بس انا خذيت فلوسهم وحطيتها بمقبعتي 750 ريال قولي ايش عمل قول اربعين وقواجم درس اللي يقول اربعين جد وان شاء الله باغي توديني انا معك يا انا ما قدامش عندك ها داني انا دو وصلت خطوة بخطوة عندك اموت موت اصبر لا لا انا ما اقول كذا انا اقول تيجي معي البيت ونطلع الجنان ونساعد بعضنا البعض حشم انا امشي عندك انت عند الجن والمغايبة والاشباح لن مسيت ومسيت خطف عن وجهي خطف يا قلت يعني الحين سلامة متورطة؟ هي نعم ما حن ورطها إلا أنت وعمي معيوف قال أن روحي ما قدمها ب50,000 ريال ولا بمليون ريال كيف أنت تأخذ 750 ريال أتعب يوم شافت الحرمة ذي السالفة ماشي الحرمة ولي قلت قلت الحرمة نعم قلت نعم وشوية تطلع من قلبها كمان حرباء لازم في تقل مسألة فيها فلوس فيها 50,000 فيها مليون لازم ما حنوصلها هالمواصيل إلا أنت اللي أنا بعرفه مش لهذا الجن خلى يعيش في البيت أحسن لها ما حد رفع على يديها كان هي تقدر تكون مني أنا باقدة 750 ريال بس المسألة فيها ينانوة ومعيوف ما يبي يساعدني ولا يبي يدش البيت الله يا سلامة طبيت بورطة انت مقدر بس ماني قادر ارد لهم فلوسهم بس البيزات حلوة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شكري ترجع بعيدي معيوف معيوف اسمع المزامة أنا صرت أقرقع المطبخ كله يطق بعض الصحون قاعد تكسر وكل شيء ما أدري أكيد البيت الناس ينانوا أنا خايفة معيوف الحق علي بغيت عرضيهم بيت الناس مشيهم هاي وحدهم جيوش على بيت الشهنم عشان يقولوا لك وقفي عند حدش احنا قوة عظمى عند لانتي ملغش القدار لنا ايوف تكبر قولي شو اسوي فلت عمرش سواجا انت على سان تمين بس سويت بعمرش كذا انا خاص بعمرش يعني معيوف تكبر تعال سوي الحال اقول تلامي
بنت الحلال مشي حجه القادس من بنت رخلي وقفل الباب علي نفسي وسمي بالرحمن وغير ذا الحل انا ما عندي حول اسحل ولا سليق ما يوسف لا 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 انا خاف قلبي عورني ها اسلامه انت مسؤول ابوي عن نفسك روحي ما زوجش هي لانك انت اللي تو بعدش مع عرستي دمتك يا بس اخر الوقت اسوال وانا بموت خاف ايه صحيح انت من يبغاك انت مش تبغي فرعون زمانش ابوي من يقدر يقرب عندش اللي اقوم اروح مايوف قلبي عورني العقوني وينان وايد وصوتك لا بسوي مسكينة سلام انعجوها الجن من داخل بيتها تبقى تتدخل في شؤون ناس آخرين لازم شي أدقيها بلوى توزينة كده زين راقدك ده في السكة ها ده سبحان الله سبحان الله اي انت سلامة واسلع قومي انها طيب انت الحلال حلمور جالسة هنا راقدة في الشارع هاي تحكوا ليش الناس تضحك علي نفسيش تحاول بلقوا ممكن ما تدي فقدتها العافية سلامة سلامة هادي ستوايت ما تعرفني أبوي الجن غيابه مش ستوات مغيابه ها والله قال أنا ما تعرفين أنا معيوف شي عرفك أعرفك أنا نايمة في السكة قامت تنشدنينا لا مش نشديني أنا نشدي عمر الشي تو أنت مو دخلش في مسألة الجن والعفاريت ها أبوي ما تفكري إنك تناطحيهم الله ناس رسم من حديد ما
في حد داخل. أبو 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 تحسبني أنا سوبرمان أتشوه وري أبوي؟ أنا نظرتي معقول قدره عيل ودي داخل. مستحيل لسببين، هم يقولوا عن الناس وأنا شاور من داخل بيتك ها؟ وثاني شيء أنا أفزع يقحم علي جني داخل. أنت بزيد خوفي؟ جديد خوفي؟ ولا قلت تفدعيني يا الجنية؟ بعد جالسها بعد معيوف؟ معيوف؟ وقف قلبي يا معيوف؟ 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 لا تخليني بروحي معيوف؟ نينان ومعيوف؟ معيوف؟ معيوف؟ أنا قابو بروحي معيوف؟ معيوف؟ الرحمن الرحيم. سلامة، ما عليش كذا كم المجانين والمهبولين؟ نسيت سويتك إني يا سلمة قلنتيني. أنا؟ أنا ما سويت فيش إلا كل الخير. خير والجنان وفيهم خير يا سلمة. وين 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 تلفون أبو يوسف؟ أعطيني تلفون أبو يوسف. التليفون موجود في الصالة على الطاولة زين، ورقم أبو يوسف في التليفون. في التليفون؟ أي نعم في التليفون. في التليفون في التليفون. ألو أبو يوسف طويل العمر، طال عمرك أنت اخترت الناس الغلط. مسألة إينان؟ لا 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 مستحيل مستحيل أبوي مستحيل. فلوسكم هي بعطيك إياها كلها. أنا إينان وروحي أخاف، أنا واصلة حدي من الخوف. يا أخو لا، أنا يلا يلا أعيش مع الأولاد هالدور مع إينان و إيه؟ إن شاء الله أخوي أنا ناطرتك ببيت سلمة. تعال خذ فلوسك وخذ فوقها مكافأة بعد. إلا لي نحنو. سلمة لعك علي. سلمة ليني ليني دخل. No, I'm
سلمى وسلامة، ما بين سلمى وسلامة، ما بين سلمى وسلامة.